السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أحمد قناة جيم قلت لكم عن الحلقة العاشرة من سلسلة تقديم إلدن رينج. وحاليا احنا إن شاء الله عقب ما هزمنا الفاس الشبح هنا راح نكمل الطريق ونشوف نواجه إن شاء الله البوس الثالث، فخلونا نكمل. أنا حاليا متواجد في هذا البوجة اللي هنا، شوفوا البوجة اللي هنا أنا متواجد فيه، فجيت لقيت الباب مفتوح. خلنا نشوف، خلنا نروح فوق نشوف وش فيه. أيوة من ذي؟ Oh, again we cross paths. I believe I said my name was Rena when last we met. Oh, Rena. It pleaseth me to see Torrent hale and hearty, but tarnished. What business hast thou here? I have no memory of inking thee an invitation. No reason in particular thou claimest. Intriguing. Then mayhaps fate hath steered thee to this reunion. Wilt thou enter into my service? I am the witch Rani. I stole death long ago, and search now for the dark path, that I might one day upend the whole of it. And rid the world of all that came before. Well, okay. Has that roused thy interest? I see. A choice well made. Thou art a rare sort. Not many would have accepted the offer, but I require as much of those under my command. I anticipate good work from thee. Good. There is. I would have the. I have called. Ah, heed not the. I'm sure the. Okay. ايوه هذا هو حقته هنا. Oh, so you were the one. Lady Rani has again. I am Iji, the Carian. اي هذا البلاك سميث حق القلعة. I heard about you. Good to finally meet. Name's Blythe. Sworn sword to Mistress Rani. Glad to have you aboard. Well, getting right to business. I'm situated in Limgrave right now. The eternal city of Nokron lies somewhere at the bottom of this land. I'm planning to go below through the well in the Mistwood. See if I can't find the road to Nokron from there. I see. You must be Rani's new hireling. Yes, yes, I've heard all about you. I am Selavis, preceptor in the. I don't know what it, but since we. I ask. علي وجه. I reside. طيب الحين وصلنا للمبنى هذا، طبعا قد جيته من قبل لكن سويته زي اسكيب ما دخلته يعني. فالان ندخل ونشوف وش فيه اصلا في الاساس. اوكي. طبعا انا جيت عند الجريس هذه وشغلتها، فما علينا بنكمل من قدام لان المنطقه الحين هذه كلها اتجاهها قدام ان في شيء، فما ادري وش الوضع جوا. على حسب ما استكشفت ان هذا عباره عن بوابه او خلينا نقول مصعد يودينا للمنطقه اللي خلفها هذه، ف يبغانا الحين نروح نجيب المفتاح اول شيء، فيبغانا الحين ننتقل للمنطقه هذه اللي اسمها فورت هايت ونجيب منها قطعه وبعدين نكمل الطريق حقنا. طيب على حسب ما استكشفت ان لازم انا مجبور اني ادخل المنطقة هذي ولازم افتش فيها، فحددت مكانين. المكان الاول هذا اللي هو حق الماب، المكان الثاني هذا هو تحت حق ماب، ف بنحاول نروح عشان نوصل للمكانين هذا. يلا وهذا حق مكان حق الماب، الحين نفتحه يصير مرة جيد هنا. اوكي مرة نايس. طيب الحين خلصنا من اوكي، فتحنا المنطقة هذه كاملة.
اوكي باقي الحين نروح لهذه. كان اختصار للوقت لان يعني اشوف الفكره ان اجي هنا بعدين اطول امشي سيدي احسن، فخلونا ننتقل. طيب يعني هنا كان في طيحه طحت معها انا بس لكن الحين ما عليه، فنكمل طريقنا. في جريس هنا مره كويس، ناخذ جريس هذه نكمل عشان نستكشف اللي هو الماب. مش جريس ثاني ولا شنو هذا؟ هذا المكان حق الماب الثاني. والله في تنين هنا. اوكي شوف هذا المنظمة جيتها من قبل يا حبيبي، ما قلت انهم مربوطين مع بعض اصلا كلهم الاثنين. يعني انا المفروض اني جاي هنا من اول لكني ما جيت. شوف الحين في تسلسل جاي من هنا لهنا، واضح من هنا في مكان ثاني بس انا الظاهر ما رحت له، فيبغى لي امشي على الطريق الصح اقول لكم يعني. وش ذا التنين ولا ذا التنين صغيرة؟ غير المنطقة ذي. انا الحين كنت في المنطقة هذه، طبعا عقب فتحت فيها الماب كامل فحصلت هذه القلعة. طبعا دخلت القلعة وقتلت البوس فيها، لكن بعلمكم كيف تدخلون القلعة هذه. فانت تعال هنا، تعال الزاوية ذي. طبعا خل معك الخيل لان هي طرقها قلق فيها حبتين، فتحتاج الخيل بكثرة في الليلين تخشش جوا القلعة نفسها. طيب اول شيء خلنا ننزل منه لان ابغى الخيل يهدي. والله ما هدى. المهم تنزل انت بالطريقة هذه هنا، تمشي لين هنا كذا فوق، تعطيها قمزة قمزتين، تنزل من هنا صفي ذا اللي هنا هذا. حلو، اول ما تجي هنا على طول اقمع ذي، احا اقمع هنا روح على فوق تمام، لان هنا هذا السلم يكون اعلى من السلم ذاك، فتلقى اول شيء مع السلم هذا لما توصل فوق هنا، بعدين طلع الخيل مره ثانيه وتجي. وانتبه للدوري ترى فيها شق هنا في ذا ممكن تطيح، تجي زي كذا من هنا عندك ذولي اقتلهم، ضرب واحدة كنت كافية انه يطيح. طلع الخيل مرة ثانية حطها زي كذا، سلم يطيح اللاعب انتبه، مرة ثانية اطلع لفوق لين توصل المدخل الرئيسي اللي يدخلك هناك. طبعا بعدين الاشكالية في هذه المنطقة هذه انها عبارة عن باركور، حرفيا باركور يعني، فلازم تنتبه لخطواتك وين تقمز وين ذا عشان تقدر توصل المكان الصح بحيث انك توصل المنطقة تحت، لان البوس تو انا زي ما هزمته تقريبا اعطاني ابو 100,000 تقريبا. وتوصل المكان هذا ابد شغل الجريس هنا بعدين انطلق لين تحت. طبعا تحصل جنديين تحت، اذا انت تبغى تضربهم كيفك، ما تبغى تضربهم عادي جدا، تقدر تسوي الشيء اللي انا سويته بالضبط عشان تتجاوز المنطقة. فتجي من هنا تقمز على هذا اللي هنا او شيء وترجع من الطريقة ذي من هنا مرة ثانية كذا الين تجي هنا، بعدين اعطها قمزة هنا بتطيح انت بالطريقة هذه. اعطها يعني كذا زاوية هنا، خليك ماشي بالضبط، ناظرها شوف موزونة، خليك كذا بالضبط، لا تتجاوز، حاول ما تلف كثير. طيب تشوفون الحين في هذا العمود اللي قدامنا الان هذا، لازم احنا نخلي لاعبنا يضرب بالخط مباشره عشان ننزل هنا في المنزل الصحيح. طبعا خليك مسافه كذا واعطها دزه كويسه، هذه تكون ان شاء الله مناسبه جدا. ايوه مره كويس كذا. الحين الثانيه الامان يعني انك تجي من هنا تنقز بالطريقه هذه تنزل على هذه. طبعا يمكن تموت هنا، كانت تموت مرات كثيره عادي جدا. بعدين مره ثانيه تقبس هنا تنزل، طبعا حاول انك تقرب من ذا الخصم لان هذا يمكن يدفك، فحاول تخلي خلف الجدار احسن امن لك يعني.
بالطريقة هذه تقدر. طبعا بيكون قوي شوي ذا تام اشكالية. توصل الجرس هذا او خلينا نقول الزر، خليه ينزل الاسانسير، تدخل جوا الاسانسير وتوصل مرة ثانية عشان قدام الحين تو باقي باركور تحت عشان لين نوصل المنطقة تحت الاخيرة هذه. فا وش تسوي؟ اذا جيت من هنا ابدا من هنا تحصل السلم هذا، ارمى السلم هذا على فوق بتحصل قدامك باب، افتح الباب هذا بحيث انك انت لو طحت مت بعد المحاولة الثانية فيصير موضوع الجاية هنا سهل يعني. فابدا تطلع من السلم زي كذا لما توصل فوق هتحصل باب. طبعا انت كنت جاي نازل من الباركور الاول حق الحصان بتحصل باب ذا مقفل، لكن فانت تجي من هنا من الخلف تفتح الباب هذا بحيث انه يكون اختصار لك كنزول للمنطقة الثانية بشكل اسهل. طيب الحين ننزل الى نوصل المنطقة تحتها. طبعا بيجيك خصم الحين ضدك هذا عليه درع مرة كويس. شوف تقدر احنا ممكن احنا نسوي له سكيب ممكن والله بقابله، بس خلينا نقابله احسن. طيب نقابله هنا، لازم اول هجومين تخليه يسويهم كامليات احسن. هذا زعلان خلاص الحين ما عاد يصد. قضينا. طبعا يعطي فلوس مرة حلوة 1900 عليه مرة كويس. تحصل هنا ايتم، خذ الايتم هذا، تعال بالزاوية هذه، امشي بالطريقة هذه، امشي كذا كامل لما توصل اللي هي الكسرة الثانية هذه. اوكي ابى تعال كذا اوزن الكسر مظبوط واعطها اكس. تكسر هذه بتنزلك تحت، شوف ما نطيح بعيدة لا تشيل همها ما حيجيك شيء. ابى تجي من هنا تضغط على الاسانسير الثاني، الاسانسير الثاني هو بنزلك تحت. شوف مسافة مرة بعيدة ينزلك لين تحت. خلاص وصلنا احنا قضينا. ابى تخزن الثانية هنا اللي خاصة هنا راح يكون في خصم واحد ضدك ومن بعدها فيها الباركور عفوا قصدي البوس الاخير. سلام. ايوه ابد تعطيه الجلد هذا، هذا الفينش ابد تقتله. فلوس مره كويسه المنطقه هذه. طبعا تخش هنا بيكون في بوس، بوس مره كويس يعني بيكون قوي لا باس فيه. بتهزم البوس هذا، بعده بيكون في صندوق هنا تفتحه وخلاص تاخذ الايتم منه. بعدين خلاص تبي تضغط على هذه وتطلع برا القلعة كلها. طبعا انا شفت هناك في بيت ما ادري وش البيت اللي هناك فبروح لمه. هذا كلب تيركس. الله الله. اوه في باع كويس، في باع وفي قيس مره كويس. طيب ناخذ القيس عشان اعطيه هدوم. خلنا نشوف البائع ذا وش عنده من اغراض. اوكي عنده ذي، عنده لاست، هاي تسمح لنا احنا نطول اشفور مره نايس. اتوقع معي فلوس حلوة. هذا ما ادري وشو. جوبل ستون ماتيريال يوز تو كرافت ايتم. فاوند لاند اوف ذا بيست انشنت دراجونز. اوكي ما ادري هذه لان كنا قلت اخذها احسن كفايدة. هذا اللوس اشز هذا لازم نجي له هنا مرة ثانية. اوكي لازم نبيع. دايما نبيع نبيع اكيد عندنا اغراض نبيعها اكيد فيه. كذا 5000 هذه بتكون مره مناسبه للنشته الثانيه. اوكي لكن هذه ما ادري حقت ايش.
هذا لبس السمواي عنده. احنا اخذنا هم القطع، بقى قطع غير مهمة حاليا. خلنا نحط هنا نشوف ايش في قطع اضافية طلعت لنا. يب يب في اشياء طلعت اضافية. اوكي طيب حاليا ايه في النايت هذا. لازم اقتل النايت اول. اللي على كيفك. هاي يا حبيبي تاك مزعج. قلع يا شيخ. وعليكم السلام يا هلا. كل ذا 8000 بس. اوكي اشوفه لك انها بويزن. طيب في تو ذا الكلب كان تيوكس. ليش عين حمرا ذاك؟ والله الدنيا مولعة هنا. يا حبيبي سبع يا حبيبي. يا 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 وين بسحبكم؟ هين بيس. اوكي. في بوابة بعد. اوكي. حاليا نروح هنا في فايت عنيف ما عليك ما علينا فايت مع انه بيجيب لنا فلوس صراحة. وين ذا فيه؟ اوكي مكس لنا. لا باقي شوي خلينا احنا ننطلق. يلا ولا هذه بس عشان هي اختصار لين هنا. بحط علامة انا هنا برضه ما ادري ايش حقته. المهم وجهة ثانية. طيب هناك ممكن مدخل الزاوية هناك. ممكن لازم ننزل الحين عشان اتوخى الحذاء. هذا عيون ذهبية فلوس اكثر. يا كابتن لا ايوه اوكي
ميور. اوكي اوكي فيري نايس. لا هذا الزق اللي هدم يمسك ذا. تعال هاي 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 هاي. ما انتبهت لها ذي اللي تخم هاي اللي مسكتني يا ويلي. طيب وحين لحظة لحظة خلنا نشوف السلم في شيء. ما يفتح معناها لازم سلم. سلم اوكي. ايوه ايوه الذيب هذا انا قتلته بالغلط يا اخي. ما كان ودي اقتله يا اخي. Thought I might find you here. I must admit I was a little worried. We missed our meeting. But it looks like you're still in one piece, eh? You must have heard by now, right? That Starscourge Radahn holds Rani's fate in stasis. But once he's out of the way, it'll spring back into motion. So now, we're standing against the demigod once known as the strongest of them all. We fight, sword and fight. بس إن فيها خيارات كثير يعني فيها كذا وفيها كذا وفيها. Into the fray. Champions, welcome. The stars have aligned. وين ذا؟ The festival is nigh. دام اشتغل. General Radahn, mightiest demigod of the shattering, awaits you. Champions, prepare for battle. Defeat the general, claim glory, and grab that great rune. A celebration of war. The Radahn Festival. اتفاقية رادان. دام طيب. عندي استخدمها. اوكي. خلصت لا. انا قلت ساعتها من قبل. How delightful. Indeed, I thought I might find you here. By the by, do you know for whom this festival is being held? Well, it is none other than General Radahn himself. To think General Radahn. I could face a great champion of the Shattering, a demigod in the flesh. Oh, God. In truth, I quiver at the thought. Such is his frightful repute. But the fear simply assures me the ordeal is worth undertaking. Be sure to I. خلاص خلاص سوري. Be sure I. Okay. توتر وقلق. Are you good and prepared the festival? ودي اوه كلمة عشان اقول يا ودني. اوكي يلا. Before we begin, allow me to paint you the full picture. العب الساحة. العب. دم عليك. General Radahn is cursed ever to wander. Eaten from the inside by Melania's scarlet rot, his wits are long gone. Damn, Ali, والله يا ضخم. Now he
gathers the corpses of former friends and foes alike, gorging on them like a dog. Damn, عليه. Damn, عليه. Howling at the sky. بيصير في فايت عنيف جدا. We must make merry. Oh, gathering of champions! The revels begin! The celebration of war! The Radahn Festival! You will find the General Radahn is the. ممكن حصل قيس قدام. ممكن حصل قيس قدام. في هذه عشان توديني قدام انا ما اتوقع اللاعب يعبو المويه لم لا 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 Yeah, remote. Yeah. أثرت فيه لكن ما بقت فيه. Yeah. أما كهرب. أما ممكن ما تفكر عن كده. لا لا. لا. يا حبيبي هذا يبغى له طرق يبغى له خيل بكرة تندم جميل مو الحين أحسن مو الحين أحسن هلو اللي عدت الجي الثانية هاي الثانية عدت الثالثة الحين تجي اطلق بس اثنتين اوكي هذه واحدة حلوين دعم عليك
دعم عليك يا صاحبي. واسع يا اخي. بيعطيها ضربة حقيقة الخير حقته. المغى الشغل مغى كويس. يا هيل. زعلان. بتساهل مسافة الحين. ما يداري مسافة الحين. لا. يا. لحم أم قصف شوي. زعلان. تبليسك. اصبر يا حيوان اصبر. وعم مركز معها هي خلينا تكني شوي تكني تقني. تبليسك. لا عطها عطها. ما قول شوي يلا. تكفين هيليني تكفين. أو يا حيوان يا معفن. قبل شوي ما قبل شوي. ايش قاعد تسوي؟ اقطع ابليسك. تكفى اضربه. خلاص خلاص ادعس على وجهه. اي اي ابوي. اي حبتين. إداس. أتوقع يمكن عاش محاولة وشي زي كذا. أتوقع بلا غدان بلا. يا شيخ تفكر يا شيخ. هالمرة كان الشغل مرة كويس. لا دايم. طيب والله وقفت اخوافي اللعب حقي دايم انه اوف ووك. دايم والله عليه يا اخي. دايم عليه. الله زعلني الوحش ده كثير صراحة. بس شوي التركيبة هذه كانت مرة كويسة. تركيبة الأشياء مرة كانت نايس. وحط كويس هناك. والله بقى معي اثنين دم. كويس كويس إني استخدمت هذا عشان أحمي نفسي من الماجيك حقه. بدري تو جاي أقبلش يا معفن. نعم. جود. 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 شفت كيف الفايت حقي يعني. Radan and you. And did you see that afterwards? A falling star right before our eyes. I can't fathom how Radan was holding back something of that scale. He was a living legend if ever I saw one. And the path has now been cleared. To Nokran, where Rani's fate will be decided. Let's meet where the falling star bit the earth. We'll take up our swords once more.
for Mistress Rani. Damn you. Damn you. هذا لا ما هذه ما في بس خلاص كان معناه 70,000 يعني جيدة. شوف ذاك كذا إلى برمل يذكرني في واحد من العيال الله يهديه. خلى ايش تلعب انت؟ هلو ذا توكم الفايت ذاك العنيف ما 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 خشيت معي. You are well and truly a champion, friend. I, on the other hand, am nothing but a croc. One hit was after that. تصدع انت بتنكسر خنقه. And as such. تأكد بس. تأكد. خلينا نكمل ثاني يمكن يعطيه شيء. As luck, if I can't, who could expect? ودي المخ. سخر. هذا لو دخل يضرب معي هذا كان هذا خلاص. اوكي خلاص خلاص انتهينا من المنطقة هذه خلاص كلها خلصنا منها الحين قضينا قتلت كم بوس هنا وكم افلام في المنطقة دي افلام كويسة هنا في تنين ممكن انا اروح هناك واسوي جنجال ممكن وحتى هناك في تنين برضو هناك حبوا حط عليهم علامة السيف ممكن اضربه هناك في برضو حاط علامة السيف فممكن اضرب ممكن اسوي فايت المنطقة الغريبة ان هذه بدي اروح لها وما قدرت اروح لها ان هنا المسافة مرة بعيدة لو طبتها بموت في النهاية عموما ورحت من هنا طريق مقفل من هنا ف ايش اسوي؟ ما عندي صراحة احتجت بصراحة